بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية، طلاب الصف الأول المتوسط، في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة العلوم. اليوم بندرس مع بعض درس الطيور والثدييات. طبعا كلنا بنشوف العديد من الطيور في حياتنا، موجودة في البيئة اللي بنعيش فيها، تختلف في أشكالها وفي طريقة حركتها وفي طريقة الطيران وبعضها لا يطير. فاليوم بنتعرف على خصائص المشتركة للطيور. نضع سؤال مع بعض: ما هي خصائص الطيور؟ ما هي خصائص الطيور؟ رقم واحد، حدد مع بعض. رقم واحد، الطيور من الفقاريات، يبقى لها ايه؟ عمود فقاري. لا، عمود فقاري من الحيوانات الفقارية، جسمها يحتوي على عمود فقاري، يبقى ده نكتب عليه رقم واحد. رقم اتنين، درجة حرارة أجسامها ثابتة، يبقى إذا لا تتأثر بدرجة حرارة الوسط المحيط. لا تتأثر الطيور بدرجة حرارة الوسط التي تعيش فيه، ولكنها تثبت درجة حرارتها. لها ولكل منها جناحان ورجلان ومنقار. أغلب الطيور تحتوي على جناح حتى وإن كانت لا تطير، ورجلان ومنقار. يغطي الريش أجسام الطيور. معظم الطيور يغطي أجسامها ريش، وهنعرف وظائفه فيما بعد. تتميز هذه المخلوقات بصفة مميزة، إن هي بتضع البيض المغطى بالقشور وترقد عليه لتحفظه دافئا إلى أن يفقس. تضع الطيور البيض، والبيض ده بيكون مغطى بقشور لحمايته، وترقد عليه ليظل دافئا إلى أن يفقس وينتج أفراد جديدة. يبقى نراجع: ما هي خصائص الطيور؟ الطيور حيوانات فقارية، أي لها عمود فقاري. درجة حرارة أجسامها ثابتة، أي أنها لا تتأثر بتغير الحرارة في البيئة التي تعيش فيها. لكل من الطيور جناحان ورجلان ومنقار حتى وإن كانت لا تطير. يغطي الريش أجسام الطيور، ودي صفة تميزها. كذلك تضع الطيور البيض المغطى بالقشور وترقد عليه ليظل دافئا حتى يفقس. يبقى دي الخصائص المميزة لمين؟ للطيور. ننزل مع بعض. طبعا في الرسم اللي أمامك، في الصور اللي أمامك، جايب لك بعض أنواع الطيور. عندنا مثلا طائر الإيمو، ده لا يطير لكن أرجله، ربنا إيه بيعوضه، إن أرجله قوية تمكنه من الركض السريع للتمكن من الإمساك بالفرائس والهروب من الأعداء. عندنا مثلا العقاب اللي هو الصقر، يعني أو نوع من أنواع الصقور، ده عنده مخالب حادة وقوية لتمكنه من الإمساك بالفرائس. عندنا طائر البفين، وده جسمه انسيابي وأجنحته المستدقة، أجنحة صغيرة أو مستدقة تساعده على الطيران والسباحة في الماء، لأنه يطير ويسبح في الماء. فدي صور لبعض أنواع الطيور والتحورات في جسمها على حسب طريقة حياتها. ننزل مع بعض، نمسح السبورة. التكيف في الطيور. إيه التكيفات اللي ربنا ميز بيها الطيور حتى تمكنها من القيام بوظائفها؟ تعال نشوف مع بعض. نضع سؤال هنا: كيف تكيفت الطيور للطيران؟ كيف تكيفت الطيور للطيران؟
اول شيء يا شباب من التكيفات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى في الطيور حتى تساعدها على الطيران ان جسمها انسيابي، يعني قابل للالتفاف، يعني جسمها مرن، جسمها انسيابي، شكلها انسيابي وجسمها انسيابي. طيب هيكلها العظمي، تاني شيء هيكلها العظمي خفيف وقوي. احنا عارفين العظام في اغلب الكائنات بتكون قوية وصلبة، كذلك الوضع في الطيور، ولكن تكون عظام خفيفة وفي نفس الوقت قوية. يبقى عظامها خفيفة وقوية ليه؟ لأنها مجوفة من الداخل، مجوفة من الداخل يعني فارغة من الداخل بزيادة، بس إن هي في عظام أو بنية شبكية داخل العظام تزيد من قوة العظام. يبقى تاني شكل الطيور شكلان انسيابي مرن قابل للانحناءات يمين ويسار، هيكلها العظمي خفيف وقوي. خفيف وقوي ازاي؟ منين خفيف ومنين قوي؟ ليه؟ لان العظام مجوفة ويزيد ان فيها شبكة داخلية تزيد من قوة العظام. ده بالنسبة للتكيفات الموجودة في عظام الطيور حتى تمكنها من الطيران. كذلك يا شباب عندها ذيل يساعد على توجيه الطيور، يعني الذيل ده بيقوم بعمل الدفة اللي بتوجه الطيور أثناء الطيران. يبقى عندنا سؤال مكتوب تحت، بما تمتاز عظام الطائر؟ هنقول له إن هي خفيفة وقوية ومجوفة من الداخل، ذات بنية شبكية داخلية تزيد من قوة العظام. ده اللي بيميز العظام، انها خفيفة وقوية في نفس الوقت حتى تمكن الطيور من الطيران وفي نفس الوقت لا تثقل وزنه. طيب طبعا الطيران يا شباب بيحتاج الى كمية كبيرة من الطاقة، فلذلك الطيور بتتغذى على جميع انواع المغذيات، يعني بتتغذى على الاسماك وعلى اللحوم والنباتات وغيرها من المغذيات المتوفرة. كذلك لها قلب كبير وفعال، قلبها كبير لانها تحتاج قدر كبير من من الأكسجين أثناء الطيران. يبقى قلب كبير وفعال وجهاز تنفس فريد. الرئتان فيها أكياس أو مقسمة إلى أكياس تحتوي على أكياس هوائية، ودي تعتبر مصدر ثابت للأكسجين، يعني بيخزن الأكسجين في الأكياس الهوائية لحين الحاجة إليه، لأنها تحتاج إلى أكسجين كتير وطاقة أكبر، فعشان كده ربنا خلق لها أكياس هوائية توفر لها الأكسجين باستمرار. فالرئتان تتصلان بأكياس هوائية توفر مصدر ثابت من الأكسجين للدم. يبقى دي كلها تكيفات وضعها الله سبحانه وتعالى في الطيور حتى تمكنها من الطيران. عظامها خفيفة وقوية، عندها ذيل يوجهها أثناء الطيران، عندها قلب كبير وجهاز تنفس فريد ومتصل بأكياس هوائية حتى يوفر لها القدر الكافي من الأكسجين. وده كانت التكيفات الموجودة في الطيور حتى تمكنها من الطيران. ننزل مع بعض. طبعا جايب لك صورة العقاب وهو بيحلق عاليا بأجنحته الكبيرة، والطائرة ان هم استخدموا فكرة الطيران من الطيور في صنع الطائرة. طيب ما انواع الريش وما وظائفه؟ نكتب سؤال مع بعض، ما انواع الريش في الطيور وما وظائفه؟ أنواع. الريش وما وظائف. أنواع الريش يا شباب عندنا نوعين، الريش الكفافي والريش الزغب، وهناخده دلوقتي، الريش الكفافي والريش الزغب. ايه اللي بيميز الزغب؟ ايه اللي بيميز الاتنين عن بعض؟ الريش الكفافي يا شباب،
ده النوع الاول هنحدده، وده بيمتاز بانه قوي وخفيف، اللي هو الريش الخارجي اللي احنا كلنا بنشوفه على الطائر، على سطح الطائر. ده بيمتاز بانه قوي وخفيف، ويكسب الطائر البالغ شكله الانسيابي ولونه، هو ده اللي بيظهر لون وشكل الطائر. طيب ايه وظائف الريش الكفاف يا شباب؟ اول حاجه ان هو بيساعدنا على التمييز على انواع الطيور المختلفه، بيميز بين انواع الطيور من خلال شكل الريش ولونه، يبقى الريش الكفافي. كذلك يا شباب يعمل على جذب، ننزل مع بعض حددنا دول، يعمل على جذب الأزواج من أجل الإيه؟ التزاوج. يبقى بعد ذلك يا شباب يعمل اللي هو مين؟ الريش الكفافي يعمل على جذب الإيه؟ الأزواج في أثناء موسم التزاوج، يعني ألوان جميلة فتجذب الأزواج أثناء موسم التزاوج. بس كده وظائف الريش الكفافي، لا كمان في وظيفة اللي هي التمويه بهدف حماية الطيور من المفترسات. يعني بيكون ألوان الريش الكفافي مقاربة أو مشابهة لألوان البيئة الموجود فيها أو الوسط اللي بيعيش فيه، فبالتالي لا تتعرف عليه الكائنات المفترسة. يبقى كام عندنا النوع الأول من أنواع الريش؟ الريش الكفافي إيه وظائفه؟ يعمل على جذب الأزواج في أثناء موسم التزاوج، التمويه بهدف حماية الطيور من المفترسات. طيب النوع الثاني من الريش بنسميه ريش الزغب، الريش الزغب اللي هنحدده مع بعض، وده ريش خفيف وصغير بيكون قريب من الجلد، يعني تحت الجلد الايه؟ تحت الريش الكفافي واعلى الجلد، هو الريش الخفيف الصغير. وده يا شباب وظيفته ان هو طبقه عازله تحتفظ بالهواء الدافئ بالقرب من الجلد الطيور البالغه. الطيور البالغه بيعمل طبقه عازله حتى لا تفقد الطيور درجه حرارتها مع الوسط المحيط، يعني بيوفر طاقة الطيور في الطيران ولا تفقدها في تدفئة الجسم أثناء الطيران. بيعمل طبقة عازلة حتى تحتفظ الطيور بدرجة حرارتها ثابتة. يبقى يعمل الريش الخفيف كطبقة عازلة تحتفظ بالهواء بالقرب من الجلد الطيور. يبقى ما الطريقتين، عندنا سؤال، ما الطريقتين التي يحمي الريش بهما أجسام الطيور؟ أول حاجة هنقول له التمويه، طريقتين الريش بيستخدمهم في حماية الطيور، التمويه بهدف حماية الطيور من المفترسات. اتنين، يعمل الريش الزغب كطبقة عازلة تحتفظ بالهواء الدافئ قريب من جلد الطيور البالغة. يبقى عرفنا أنواع الريش يا شباب، ريش كفافي وريش الزغب. الكفافي ده الريش الكبير والقوي، وده وظيفته ان هو بهدف حماية الطيور عن طريق التمويه، وكذلك جذب الأزواج في أثناء موسم التزاوج. أما الريش الزغب ده ريش خفيف بيكون قريب من جلد الطائر، وده بيعمل كطبقة عازلة يحفظ الهواء الدافئ بالقرب من جلد الطيور، يدفي الطيور حتى لا تفقد طاقتها في تدفئة الجسم. عرفنا أنواع الريش وما وظائفه. نتوقف اليوم بهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج، نكون أنهينا معكم شرح درس الطيور. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في جروب الواتس والتليجرام. تعليمنا مستمر بهمتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.